السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليك. وإليك، تفضل. شيخنا، زوجة مات عنها زوجها، نعم، وهي تريد أن تقضي فترة العدة في بيت أبيها، هل عليها شيء؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. يرى عبد الله ابن عباس وقبله أم المؤمنين عائشة ثم جابر بن عبد الله، ويذكر عن علي أيضا أنهم يرون أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وعن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وحديث ضعيف. أما ابن عمر بسند صحيح عنه، وعن أبي عمر بسند فيه مقال، وعن عثمان وابن مسعود يرون إلزامها بالاعتداد في بيت الزوجية. قال الإمام الزهري رحمه الله وغيره: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. فلهذا ولضعف الحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أرى جواز انتقالها كما رأت أم المؤمنين عائشة وهي أعلم بالنساء. والذي ذكرته لك مع علمي بأن الجمهور يلزمونها بالبقاء في بيت الزوجية، لكن يبنون على حديث ضعيف، والله أعلم الذي سمعته. السلام. جزاكم الله خيرا. وإياكم السلام.